أعلنت الحكومة السورية تعيين السفير حسام الدين آلة سفيرا لدى سوريا أو لدى مصر عفوا سفيرا لسوريا لدى مصر ومندوبا لدى الجامعة العربية في القاهرة. المزيد من التفاصيل في التقرير الآتي. بعد غياب دام 12 عاما وبعد نحو شهرين من قرار عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ومشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها، أعلنت دمشق تعيين حسام الدين آلة سفيرا لها لدى مصر ومندوبا لدى الجامعة العربية. السفير السوري قدم يوم الأحد الماضي أوراق اعتماده مندوبا دائما لسوريا للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في مقر الجامعة بالقاهرة، معتبرا أن عودة سوريا إلى مقعدها سيسهم في تعزيز التعاون العربي والتطلع إلى مرحلة جديدة من العمل العربي خاصة بعد قمة جدة. هذا وقد شغل السفير السوري حسام الدين آلة سابقا منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة 8 سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا لدى الفاتيكان وسفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار مصر أول نيسان أبريل الماضي في زيارة رسمية لأول مرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث بحث مع نظيره المصري سامح شكري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات بين البلدين. وشهد ملف التطبيع بين الحكومة السورية ومعظم الدول العربية خطى متسارعة في الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب في شباط فبراير الماضي مناطق واسعة شمال غربي البلاد، حيث بادرت أغلب الدول العربية التي قطعت علاقاتها معها بعد الحراك الشعبي عام 2011 لإعادة العلاقات معها. حول هذا الموضوع من القاهرة أرحب بالسيد طارق البرديسي خبير في العلاقات الدولية. أهلا بك سيد طارق معنا في برنامج حديث اليوم وعلى شاشتها. بداية لو نتحدث عن المتغيرات التي فرضتها عودة سوريا لشغل مقعدها من جديد في الجامعة العربية، ما هي الآثار إلى الآن؟ تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين. يعني المتغيرات واضح، يعني السياسة هي فن الممكن، فن الواقع، وما تحقق على الأرض، موازين القوة على الأرض. يعني بشكل عام إن أراد أحد أن يصل إلى السلطة فشل في ذلك، يسمى انقلاب ويقدم إلى المحاكمة وإلى المشانق، نجح في ذلك يكون نظام جديد. إذن يعني معطيات ومفردات القوة وموازين القوة على الأرض، من الذي استطاع أن يكون له القوة والغلبة؟ ثم يأتي بعد ذلك المجتمع الإقليمي أو المجتمع الدولي متمثلا سواء كان في المنظمات الإقليمية أو في المنظمات الدولية لتدشين وللتعامل مع هذه الشرعية المتواجدة. يعني الشرعيات دي يعني شرعيات متعددة ومتنوعة وكثيرة، يعني لا ليس شرطا، لا نتحدث عن الحق والباطل، العدل والظلم، يعني الصواب والخطأ، إنما نتحدث عن شرعيات عديدة، الشرعية الدستورية، شرعية قانونية، الشرعية الثورية، شرعية الأمر الواقع، شرعية ما هو حتى هناك نظرية في القانون الفرنسي اسمها نظرية الموظف الفعلي. يعني إذن الشرعيات كثيرة ومتعددة. الآن واضح إنه هذه الدولة السورية ونظام دمشق والعالم العربي يرحب به وبعودته مرة ثانية إلى الجامعة، جامعة الدول العربية، رغم اعتراض بعض الدول، رغم اعتراض القوة العالمية، لكن وجدوا أن هذه المرحلة تريد منهم استقرارا، استدبابا للأمور، تضييعا للعلاقات، العلاقات العربية العربية، العلاقات العربية الإيرانية، العلاقات العربية التركية. يعني عودة مرة أخرى لست يعني ضبط هذه العلاقات وإيقاع هذه العلاقات وطبائعها وهذه الوشائك في هذه المنطقة، تحقيقا لدرجة من الاستقرار لعمل نوع من التنمية، لأن العالم يمج بمتغيرات دراماتيكية جذرية على كافة المستويات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية والاجتماعية، كما هو واضح لكل متابع. طيب ما هو التطور اليوم الصوت واضح؟
نعم واضح جدا سيد طارق. ما هو يعني اليوم التطور المرتقب بعد تعيين سوريا مندوبا لها في الجامعة العربية، ماذا بعد ذلك؟ ما هي الخطوات المرتقبة اليوم بعد يعني هذه الخطوات الدبلوماسية المتعاقبة، عودة علاقات بعض الدول العربية، شغل سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، تعيين المندوب، ماذا بعد ذلك؟ الصوت متقطع يصل بصعوبة، لكني فهمت تسألين عن عودة سوريا مرة أخرى لشغل نعم. موقعها أو مقعدها في الجامعة العربية. ماذا بعد هذا سيد طارق؟ هل تسمعني؟ نعم، هل تسمعني الآن؟ نعم. أسمعك الآن. بعض الدول أعادت علاقاتها بشكل كلي مع سوريا، في دول تريد أن تعيد علاقاتها، عادت سوريا للجامعة العربية من ثم تم تعيين مندوب لها في الجامعة العربية، ماذا بعد ذلك؟ ما هو التطور المرتقب؟ ما الدور المرتقب من سوريا بعد تعيين مندوب لها في الجامعة العربية؟ بعد عودة سوريا وتعيين مندوبها في جامعة الدول العربية، أتصور أنه ندخل في مرحلة تطبيع العلاقات العربية العربية مرة أخرى. وعودة يعني عودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية لن يكون له ذلك الأثر الكبير المدوي، ولكنها خطوة رمزية، لكنها خطوة مبدئية، لكنها خطوة يعني شكلية. ونستطيع أن نقول أن الأمر يحتاج إلى خطوات وخطوات عديدة، والمسار طويل وممتد لحتى يعني تنطلق مرة أخرى سوريا وتلملم جراحها وتستعيد أراضيها وتطرد الميليشيات الأجنبية المتعددة من هذه الأراضي وتسيطر مرة ثانية على كامل أراضيها وترابها الوطني. واضح أنه يعني القوات الأجنبية الكثيرة، ليس قوات واحدة ولا العديد من القوات، تصل إلى 7-8 جنسيات لدول مختلفة موجودة على هذه الأراضي السورية. إذن من المفروض حتى يكون هناك دولة سورية الموحدة التي تسيطر على كامل ترابها الوطني ولا توجد هذه القوات الأجنبية على أراضيها، وأن تعود العلاقات العربية العربية السورية طبيعية مرة أخرى، وأن يعود اللاجئون السوريون مرة أخرى إلى أوطانهم، وأن لا يكون هناك ثمة تجارات غير مشروعة لمخدرات وخلافه تضر بالجيران العرب. حتى يتحقق ذلك كله الأمر سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة، وقد تمتد إلى مثل هذه الفترة. يعني سوريا عانت ما يربع على 10 سنوات وحتى تعود المياه إلى مجاريها وحتى تعود سوريا دولة طبيعية مرة أخرى، الأمر يحتاج أيضا إلى سنوات. الأمر منوط يعني حسن النوايا للدولة السورية وإلى الجيران العرب، والحرص حرص كل الأطراف، حرص سواء كانت الدول العربية وتركيا وإيران والمحيط الإقليمي كله على عودة مثل هكذا علاقات طبيعية مع سوريا مرة ثانية. بناء على ما تفضلت عليه سيد طارق، المسار طويل جدا، يعني حتى البعض، أنقل لك وجهة هذه النظر، يرى بأنه أضعف المسارات اليوم هو المسار العربي مع سوريا. من الممكن أنه خلق بوابة لإعادة تصدير الرئيس السوري بشار الأسد، محاولة الضغط على الغرب، ولكن على ما يبدو بأنها لم تنجح. البعض يشكك بآثار هذه العودة ويقول بأنه هذا التقارب قد يصل إلى مرحلة التجميد، هل من الممكن ذلك؟ لا أتصور أن يعني قطار التطبيع العلاقات العربية مع الدولة السورية ماض في طريقه، والأمر إن كانت هناك ثمة تعقبات، لكن واضح أن هذا القطار يعني بدأ وانطلق من محطته. وأتصور أن في عالم السياسة لا يوجد هناك ثوابت، ولا توجد يعني عداوات أو خصومات دائمة، ولا توجد صداقات دائمة، وإنما توجد مصالح دائمة، والمصالح الدائمة تتطلب من الدول العربية تلك المصالحة مع الدولة السورية. وأنا أتوقع أن ليس مصالحة فقط مع يعني الأطراف العربية مع سوريا، ولكن أيضا هذه المصالحة التركية. أتصور أن المنطقة تحتاج إلى مثل هكذا مصالحة، تحتاج إلى مثل هكذا تهدئة، تحتاج إلى مثل هكذا تسوية، لأن العالم يموج كما ذكرت
بهذه التغييرات الجذرية الكبيرة على المستوى الاستراتيجي، على المستوى الصحي، على المستوى المناخي، على المستوى العسكري والسياسي، كل تلك القلاقل التي أثرت على معيشة المواطن وجعلت هناك يعني المواطن في هذا المحيط وفي ذلك الإقليم يعني يعاني من شظف العيش ومن قسوة الحياة، وأيضا المواطن في كل العالم حتى العالم المتقدم، يعني ليس فقط العالم الذي يعني يموج بهذه الصراعات في هذه المنطقة المنكوبة، ولكن حتى في العالم المستقر المتقدم المواطن أصبح يئن. إذن هذه المعاناة الاقتصادية والمناخية والثقافية والاجتماعية تحتاج مثل هكذا يعني تهدئة إلى استدارات هذه العلائق والوشائج العربية السورية، لأنه التطبيع ليس فقط مع تركيا، ليس فقط مع سوريا، كان هناك تطبيع مع الدولة الحبرية إسرائيل، فإذا من باب أولى التطبيع مع الجيران المسلمين العرب، نفس المصير، نفس اللغة، نفس الدين، نفس التهديدات. إذا أتصور أنه العالم السياسة يضغط في ذلك الاتجاه، والمصلحة الآن العربية ضاغطة في هذا الاتجاه تحقيق تلك المصالحة. إذا وكأن العشر سنوات الفائدة لم يحصل شيء، وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، وليه؟ لأنه جميل يعني المتغيرات نعم تفضل. هذه المتغيرات وسياسة الأمر الواقع وهذه الأحوال الموجودة على الميدان هي التي تصيغ هذه العلاقات، وهي التي تنشئ وتولد مثل هكذا شرعيات. فكما ذكرت في البداية، نحن لسنا بخطأ من على صواب ومن على خطأ، وإنما نحن بصدد يعني مصالح دول وسيادة دول وسيادة ومصالح شعوب تنبغي أن تسير في مثل هكذا يعني علاقات وتطبيع ووشائك طبيعية ما بين الجيران. طيب سيد طارق، ذكرت نقطة المتغيرات وهي التي تفرض يعني نوعا من سياسة معينة أو خلق مسار معين. اليوم هل العودة العربية واليوم الدول العربية مع اليوم يعني بشكل رسمي اليوم سوريا في الجامعة العربية بعودة اليوم أو تعيين سفير لها في سوريا، بالمقابل هل اليوم في خطة عربية واضحة لمعالجة التبعات السياسية والأمنية والإنسانية التي حدثت في سوريا وانعكست على البلدان العربية؟ يعني تفضلت حضرتك حتى وقلت بخلال حديثك أنه ممكن الموضوع يأخذ وقت طويل، وهذا الوقت الطويل ممكن يخلف أيضا تبعات إضافية. نعم، لكن أتصور أن العالم العربي مصر على الآتي، على بلورط مثل ذلك الاتجاه اتجاه يعني تطبيع علاقات مع الدولة السورية، مع النظام السوري، وحتى يكون ذلك لابد الالتزامات متقابلة على ذلك الطرف وهذا الطرف، إن كان على الدول العربية أن تطبع مثل هكذا علاقات وتمد يد المساعدة والعون إلى الدولة السورية وإلى الحكومة السورية في دمشق، فعلى أيضا الإخوة السوريين في دمشق أن يقدموا تلك الالتزامات وأن يفوا بتلك التعهدات، ولا ألا يعني يكون هناك إضرار بالجيران العرب، وأن يكون هناك توقف عن تجارات غير مشروعة، وأن يعملوا على استعادة المواطنين السوريين مرة ثانية، ويعني توطينهم مرة في أراضيهم في أوطانهم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي. إذن الالتزامات متقابلة، وهناك فكرة الخطوة خطوة بين الجانبين، وأتصور أن النوايا صادقة، ومن مصلحة الدول العربية ومن مصلحة الدولة السورية العمل على ذلك التطبيع، والعمل على يعني أن تكون هذه العلاقات يعني مفيدة لكلا الجانبين، لأنه ليس من المصلحة الإضرار بطرف يعني، وأن لأن الطرف المقابل لن يحقق مصلحة بإضرار الطرف الآخر، ولكن المصالح تجعلهم يجتمعون على الآتي، يجتمعون على يعني كلمة سواء، هذه الكلمة السواء تتمثل في تطبيع العلاقات، في عودة اللاجئين السوريين، في إعادة الإعمار مرة ثانية إلى وتقديم الاستثمارات والتمويل للدولة السورية، في عودة المواطن، يعني كل هذه الإجراءات ستتم ومن المفروض أن تتم، وإن أخذت يعني وقتا سواء يعني نسبيا طويلا او قصيرا، ولكنها يعني سائره في ذلك الطريق، طريق التطبيع وطريق ان تكون هناك سوريا موحده، دوله واحده ذات
سيادة تسيطر على كامل ترابها الوطني، وأن تعود يعني هذه العلاقات، وإن كان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي كما قلت خطوة يعني شكلية رمزية، ولكن الأهم هو طبيعة وجوهر هذه العلاقات مع الدولة السعودية، الدولة الإماراتية، الدولة المصرية، الدولة القطرية، يعني طبيعة العلاقات العربية وضحت دولة دولة مع الدولة السورية والنظام في دمشق. وضحت الفكرة، واشكرك جزيل الشكر على كل القراءة التي تفضلت بها. من القاهرة طارق البرديسي، خبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات حديث اليوم او ما تبقى من حديث اليوم.